مرحبا، مساء الخير، اسمي الدكتور لي كيجان من القناة اليوتيوب الدكتور المغنيسيوم، واليوم سأقوم بتلخيص UPFs بصورة مختصرة. إذن الأول، ما هو UPF؟ UPF هو منتج يشبه الطعام ويتم إنتاجه صناعيا، وقد تمت إزالته حتى الآن من الأصل بحيث لا يمكن تسميته بالطعام من الناحية الفنية والقانونية. عادة يأتي مغلفا بالبلاستيك، وإذا قلبت الغلاف ستجد قائمة بالمكونات طويلة كما تعلم. الثاني، لماذا تصنع الشركات UPFs؟ مرة أخرى، الأمر بسيط والغرض هو زيادة الربح، سواء كان ذلك عن طريق تمديد المنتج أو زيادة مدة صلاحيته، فالهدف النهائي هو زيادة أرباح الشركات. الثالث، لماذا يأكل الناس UPFs؟ تسبب الإدمان بشكل كبير، وغالبا ما تكون ممتعة، حيث تحفز المراكز العصبية في الدماغ التي تعطي استجابة ممتعة، وغالبا ما تكون مريحة، مغلفة بالبلاستيك، ويمكن وضعها في الفرن أو في الميكروويف، ويتم ذلك في دقائق. الرابع، ما هي الأضرار التي تسببها UPFs؟ الضرر الأكثر وضوحا هو السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي الثانوية مثل مرض السكري من النوع الثاني، ولكن هناك أيضا دراسات تم ربطها بمرض السكتة الدماغية والخرف والقلق والاكتئاب وأمراض القلب والأوعية الدموية والضعف الثانوي بسبب سوء التغذية، وعموما تقليل سنوات الحياة. وأخيرا الخامس، كيف نستطيع تجنب UPFs؟ مرة أخرى، الأمر بسيط، تناول فقط الأطعمة الكاملة والطبيعية والخبز الطازج، وتجنب أي شيء مصنع أو مفرط التصنيع، وكن مستعدا دائما. قم بحمل وجبات الطعام الخفيفة مثل الفواكه والمكسرات، وهذا سيساعد على تجنب اتخاذ قرارات غير حكيمة.